ناس بتعاني من نقص تقدير الذات أو اللو سيلف استيم. ونقص تقدير الذات أو اللو سيلف استيم هو اعتقاد الشخص المستمر عن نفسه إنه هو غير جيد كفاية أو إنه هو غير كفؤ أو إنه ما بيستاهل أشياء منيحة تصير معه أو حتى إنه ما بيستاهل ينحب. ورغم إنه المعظم بيعتقد إنه درجة تقديرنا لذواتنا هي درجة ثابتة وغير متغيرة وإنه اللي عنده تقدير ذاتي منخفض نوعا ما تدبس فيها إلى الأبد، إلا إنه هذا الشيء كتير خطأ. إذا عرفنا المسببات الأساسية اللي بتخلي تقديرنا لذواتنا منخفض، رح نقدر نحط إيدنا على المسبب هذا ورح نقدر شوي شوي إنه إحنا نحله ونتخطاه ونقدر شوي شوي نرفع من درجة تقديرنا لذواتنا. بهذا الفيديو رح نحكي عن 8 علامات لوجود تقدير ذاتي منخفض عند أي شخص. خلينا نركز بهدول 8 علامات ونشوف أي علامة عندنا إياها منهم ونكون صريحين مع نفسنا، عشان على الأقل لما نعرفها رح نقدر إنه إحنا نلاقي حل لإلها. وهاي أول خطوة، إنه إحنا نعرف إنه عندنا المشكلة. أنا فادني هذا الموضوع لأنه حسيت أنه عندي كذا علامة من هاي العلامات وبدأ أشتغل عليها. فإذا حابب تعرف شو هي 8 علامات على وجود تقدير ذاتي منخفض عند الأشخاص، كمل هذا الفيديو للآخر. مرحبا، يعطيكم العافية، أنا رند. قبل ما نبلش الفيديو بدأ أذكركم تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو إذا بتحبوا هذا النوع من الفيديوهات عشان أعرف أعملكم منه أكتر، ولأنه هذا الشيء بيسعدني وبيساعدني. وهلأ خلونا نبلش بالفيديو. العلامة الأولى على أنك أنت عندك تقدير ذاتي منخفض هو أنك أنت بتعرف نفسك على أساس ماضيك. تقدير الذاتي المنخفض هو دليل على أنه إحنا فاشلين في الخيال، فاشلين أنه نتخيل نفسنا بالصورة المستقبلية الأحسن لإلنا، لأنه رابطين حالنا بالصورة القديمة بالماضي لإلنا، الصورة اللي إحنا يمكن فيها ارتكبنا أخطاء، يمكن عملنا تصرفات سيئة، يمكن فشلنا بشيء معين. منكون هون مش قادرين نفصل ذاتنا الحقيقية من ذاتنا بالماضي اللي عملت خطأ أو اللي عملت تصرف سيء أو اللي أساءت التصرف أو اللي فشلت بشيء معين. رابطين بحالنا بهاي الصورة بالماضي ومش قادرين نتخيل حالنا بصورة أحسن بالمستقبل. بينما بتلاقوا الأشخاص اللي عندهم تقدير ذاتي مرتفع أو تقدير ذاتي صحي أصلاً، قادرين كتير إنه هم يفصلوا بين تصرفاتهم السيئة بالماضي أو أخطائهم أو فشلهم اللي بالماضي وذاتهم الحقيقية وذاتهم المستقبلية. هم بيعتبروا إن هم إذا أساءوا التصرف زمان فهم تصرفوا خطأ، التصرف خطأ والتصرف سيء وليس إن هم أشخاص سيئين. بالتالي عشان تقدر ترفع تقديرك الذاتي لنفسك لازم تفصل حالك عن أخطائك القديمة وعن ذاتك القديمة اللي فشلت واللي صار معها أخطاء، وتقدر تتخيل حالك بالمستقبل بصورة أفضل. تاني علامة على انخفاض تقدير الذات هو أنك أنت بتأجل أو بتسوف الشغل على شغفك. لما تهمل أو تتجنب تشتغل على أكثر الأمور اللي بتهمك، هذا دليل على قلة ثقتك بنفسك. صحيح أنه كلنا منأجل وكلنا منسوف وكلنا منضيع وقت وكلنا ما منستغل وقتنا بطريقة مثلى وبطريقة منتجة، ولكن بتلاقي أن الناس اللي عندها انخفاض بتقديرها لنفسها بتلاقي أنه هم بيقدروا كتير يشتغلوا على الأمور الصغيرة وملتزمين كتير بمواعيدهم وبدفع فواتيرهم وبالأمور اليومية الصغيرة الهامشية. ولكن لما يجي الموضوع للأمور الكبيرة الحقيقية اللي بتهمهم، زي أنهم يشتغلوا على أهدافهم أو يشتغلوا على شغفهم أو يعملوا مشروع أو يعملوا شيء كبير عن جد بهمهم وبيعبر عنهم، رح تلاقي أنه هم كتير بأجلوا وبيسوفوا وبيضيعوا وقت. أما الناس اللي عندها تقدير ذاتي مرتفع أو تقدير ذاتي صحي، رح تلاقي أنه هم عندهم ثقة بالنفس كافية ان هم ياخذوا خطوات جدية تجاه شغفهم والامور الكبيرة اللي بتهمهم واهدافهم ومشاريعهم وكل شيء بهمهم عن جد. حتى لو كان هذا الشيء ممكن يسبب لهم فشل او الوقوع في الاخطاء او حتى احراج، بس هم بيربطوا قيمتهم الذاتية بانهم بياخذوا خطوات، انهم فعلا بيلحقوا ورا الاشياء اللي بدهم اياها، مش بالنتيجة النهائية، لانه النتيجة النهائية مش مضمونة لحدا اصلا. ثالث علامة على انك عندك تقدير ذاتي منخفض هو انك كثير بتنتقد الناس. عادة الناس اللي كثير بينتقدوا الناس اللي حواليهم بتكون هاي وسيلة لهم عشان يرفعوا قيمتهم الذاتية. هم بيعرفوا انه هم مش جيدين كفاية وبيعرفوا نواقصهم كثير منيح وفاهمينها، عشان هيك بينتقدوا الناس اللي حواليهم عشان يبينوهم بصورة أسوأ عشان يبينوا نفسهم بصورة أحسن. وعادة لما بيعملوا هيك رح ينبسطوا على حالهم شوي ويحسوا بإحساس أفضل تجاه نفسهم شوي، ولكن هذا الإحساس كتير مؤقت ورح يروح بمجرد ما يتخلصوا من هذا الإحساس ويرجعوا لإحساسهم الأصلي إنهم غير جيدين كفاية. إذا بتلاقي حالك كتير بتنتقد الناس، اسأل حالك هذا السؤال: هل أنا بنتقد الناس كتير لأنه عن جد نفسي أساعدهم ونفسي يكونوا أحسن، ولا أنا بنتقد الناس
كتير عشان أنا نفسي أكون أحسن، وتأكد إنه النقد البناء هو النقد اللي بيخلي الدنيا حواليك أحسن، ولكن النقد الهادم هو النقد اللي بيخليك أنت تحس أحسن تجاه نفسك. فأعرف حالك وين عشان تعرف مستوى تقديرك الذاتي لنفسك. رابع علامة على أنك عندك تقدير ذاتي منخفض هو أنك أنت مش قادر تفرض حدود شخصية صحية لحياتك. قدرتنا على أن نحن نفرض حدود شخصية صحية بحياتنا للناس اللي حوالينا هو دليل على مقدار احترامنا لنفسنا وخصوصيتنا. الناس اللي ما بتقدر تحط حدود شخصية صحية بحياتها للناس اللي حواليها وما بتقدر تفرض خصوصيتها، هدول الناس عادة بيحترموا الناس التانيين وبيقدروهم كتير أكتر من ما بيحترموا نفسهم وبيقدروها. لما تلاقي حالك بهيك وضع، حاول إنك تفرض حدود شخصية صحية بحياتك، لو شوي شوي، لو إنك ترجع الصحن اللي بالمطعم اللي طلبته اللي ما إجا زي ما أنت بدك وزي ما أنت طلبته أو ما عجبك، زي إنك تحط حد لمديرك اللي عم بخليك تشتغل كل ويك اند من غير اي اجر. لما تفرض هاي الحدود شوي شوي على نفسك وعلى الناس اللي حواليك بحياتك، رح تلاقي انك شوي شوي رح تبني احساس انك انت مهم زيك زي اي شخص حواليك، ورح تحترم حالك وتقدر حالك زي ما بتحترم وبتقدر اي شخص تاني حواليك. خامس علامة على انك انت عندك تقدير ذاتي منخفض هو انك كتير بتفكر بالقرارات الصغيرة والقرارات المهمة والقرارات الغير مصيرية. عدم المقدرة على أخذ القرارات هو من أكبر الأدلة على قلة الثقة بالنفس. في قرارات كتير كبيرة بحياتنا وقرارات مصيرية، وقرارات لما ناخدها تغير مجرى حياتنا، زي قرار مين بدنا نتزوج أو إذا نهاجر ولا لا، أو نترك شغلنا ولا لا، ولا نبدأ بالمشروع اللي ببالنا ولا لا، ولا نفتح البزنس ولا ولا ولا. هاي كلها قرارات كتير كبيرة وقرارات مصيرية وقرارات بتستاهل إنها تاخد كتير حيز من تفكيرنا وإنه نحسب لها ألف حساب، لأنها قرارات فعليا مصيرية وكبيرة وكتير حتأثر على حياتنا. ولكن في كتير قرارات تانية صغيرة وهامشية، زي أطلب بيتزا ولا أطلب برجر. الناس اللي عندها تقدير منخفض لذاتها رح تلاقيهم إنه هم بيعاملوا كل قرار صغير وهامشي ويومي بحياتهم وما إله داعي على إنه قرار كبير ومصيري، وهالشي مع الوقت رح يخلي عندهم عدم المقدرة على اتخاذ القرارات. هذا الشي مع الوقت رح يقلل من ثقتهم بنفسهم، ورح يصير عندهم مع الوقت شك وعدم ثقة بمقدرتهم على أخذ القرارات أصلاً. فلما يجي دور القرارات الكبيرة والقرارات المصيرية والقرارات المهمة، رح تلاقي إن هم مش واثقين بنفسهم إنهم قادرين يتخذوا هاي القرارات أصلاً. حل هون إنك تتصالح مع فكرة إنك ممكن كتير بحياتك تأخذ قرارات خطأ، وممكن تأخذ قرارات ما تعجب الناس التانيين. وبالنهاية تأكد إنه ما أحد بالدنيا رح يموت إذا أكلت بيتزا وما أكلت برجر. والله. سادس علامة على أنك عندك تقدير ذاتي منخفض هو أنك أنت كتير بتعتمد على الناس عشان تحس بإحساس أفضل تجاه نفسك. الناس اللي عندها تقدير ذاتي منخفض رح تلاقي أنه دائما هم محتاجين على توكيدات من الناس على أنهم هم أشخاص مناح وأشخاص جيدين. ولما نكون قلقانين دائما بنكون بحاجة أنه نتذكر أنه الدنيا بخير، أنه كل شيء حيكون تمام. ولما نعمل شيء سيء بيكون بدنا نحس أنه إحنا عملنا شيء سيء، بس أنه نحن أشخاص مش سيئين. والمشكلة هون أنه كتير ناس رح تلجأ لأشخاص تانيين عشان يحكوا لهم أنه هم مناح وأنه هم أشخاص جيدين ومش سيئين وأنه الدنيا بخير وأنه كل شيء حيكون تمام. ولكن المشكلة هون أنه مع الوقت رح يصير هدول الأشخاص عندهم هشاشة عاطفية، لأنهم دائما بحاجة للناس اللي من برا يحكوا لهم أنه كل شيء تمام وأنهم أشخاص مناح. طبعا كلنا بكتير مواقف بحياتنا بنحتاج لدعم أصدقائنا ولدعم الناس اللي منحبهم وطبطبتهم، لكن لما نعتمد على هذا الشيء كتير وزيادة عن اللزوم، رح نلاقي أنه إحنا بطل عنا القدرة على دعم نفسنا. ومش بس هيك، كمان صار عنا ثقة أقل بنفسنا وثقة أقل بقدرتنا على التعامل مع ضغوطات الحياة والتحديات والمواقف الصعبة، لأنه دائما بحاجة لناس تانيين من برا. هذا كله بالأخير رح يسبب بتقليل تقديرنا الذاتي. سابع علامة على أنك أنت عندك انخفاض بالتقدير الذاتي هو أنك أنت ما بتتقبل النقد بسهولة. الناس اللي ما بتتقبل المديح بسهولة عندها انخفاض بتقديرها الذاتي، اللي هم الناس اللي لما تقولها أنت طالعة حلوة اليوم تقولك لا هذا مش أنا هذا الميك اب، أو لما شخص تقول له برافو عليك أنك عملت هذا المشروع هذا إنجاز كبير يقولك لا عادي ما عملتش شيء. هدول الناس عندهم انخفاض في التقدير الذاتي وما بيقدروا يتقبلوا المدح بسهولة، لأنه بيحسوا أن هم ما بيستحقوا. إذا المديح بشعرك بعدم الراحة، فهو يا إما دليل على أنك أنت مش مصدق هذا المديح وبتحس أنه الكلام مش صح وأنك أنت ما بتستحق هذا المديح أصلا، أو أنك أنت خايف
انه الناس تفهمك غلط اذا تقبلت هذا المديح، يقولوا مين هذا شايف حاله، مين مفكر حاله يعني. وبالحالتين هذا دليل على انخفاض التقدير الذاتي، لانه هذا الشيء يا اما دليل على انك انت ما بتحترم نفسك كفايه، او دليل على انك بتحترم اراء الناس عنك زياده عن اللزوم، وكلها ادله على انك انت عندك تقدير ذاتي منخفض. لكن الحلو بهذا الموضوع انه كتير سهل انك تعدله. علم حالك تتقبل المديح. لما حدا يقول لك انت طالعه حلوه اليوم قولي له شكرا عيونك الحلوين. لما حدا يقول لك انت برافو عليك انك عملت هذا الانجاز بمشروعك قول له شكرا كثير بقدر هذا الشيء. شوي شوي مع الوقت لما تحكي هيك وتتقبل المديح رح تلاقي انك شوي شوي قادر تصدق هذا الكلام عنك ومقتنع فيه ومقتنع باستحقاقيتك لهذا المدح، وشوي شوي رح يرتفع تقديرك لذاتك. ثامن واخر علامه على انك انت عندك تقدير ذاتي منخفض هو انك انت ما بتلتزم بوعودك لنفسك، هو انك انت بتقول لحالك رح اعمل هيك ورح اعمل هيك وما بتعمل لا هيك ولا هيك. بتقول انا رح اصحى بدري وما ما بتصحى بدري، انا اليوم رح العب رياضه وما بتلعب رياضه، انا اليوم رح اشتغل هذا المشروع وما بتشتغل هذا المشروع. بتحط وعود لنفسك وما بتنفذها. مع الوقت رح تقل انت ثقتك بنفسك، حتبطل تصدق حالك. لما تقول انك رح تعمل شيء انت ما رح تصدق حالك، وهذا الشيء رح يسبب بانه حيصير عندك تقدير ذاتي منخفض، لانك انت عم بتحط لحالك وعود حتى لو كل الناس ما عرفت. انت حاطط لحالك وعد وانت عارف انك حاطط لحالك وعد وانت ما نفذته. هذا الشيء رح يسبب بقلة ثقة بالنفس ومع الوقت بانخفاض تقديرك لذاتك. طبعا انا حكيت عن هذا الموضوع بفيديو كامل اسمه ليش ما بنلتزم بوعودنا لنفسنا، او ليش ما بنعمل الاشياء اللي بنقول انه نحن بدنا نعملها. احضروا هذا الفيديو عشان تلاقوا المسببات والخطوات اللي رح تساعدكم انكم تتخطوا هذا الشيء، وشوي شوي تقدروا تلتزموا بوعودكم لنفسكم. حطوا لحالكم وعود واقعية ونفذوها، تحدوا حالكم بأنكم تنفذوها. لو ما قدرتوا تنفذوها قللوا شوي من هاي الوعود وخلوها واقعية، وشوي شوي رح تلاقوا أن تقديركم لذاتكم بدأ يرتفع. بينما إذا دائما توعد لنفسك وعود وعمرك ما بتعملها، عمرك ما حيكون عندك تقدير ذاتي مرتفع، لأنك أنت شايف حالك مش قد الكلمة اللي أنت حكيتها، لأنه عندك أدلة سابقة كتير. فشوي شوي اثبت لحالك أنك أنت قد الكلام اللي أنت بتحكي. وبس هاي هي كل الثمان علامات اللي كنت بدي أحكي لكم إياها واللي بتدل على تقدير ذاتي منخفض. إذا عندكم أي شيء من هاي العلامات حكولي، أنا كمان عندي من هاي العلامات عادي، كلنا هون أصحاب، خلينا نكون صريحين مع بعض ونحكي مع بعض بالكومنتس عن هاي الأشياء. إذا حبيتوا هذا الفيديو كتير بنبسط وبساعدني إذا بتعمل لايك واعملوا له شير مع اي حدا ممكن يستفيد منه، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وبشوفكم المره الجاي. باي.